بالنسبه لهذا الشيء موجه للراجل، والراجل ما سمعنيش في هذا الفيديو، المراه تبلغوا في اول الشهر. الراجل جا مع الزوجه ديالو لا حافي دين، ثم يقرا على البطن ديالها سوره الفتح، ثم الزوجه كل جمعه وراء صلاه العصر، كل جمعه صلاه العصر تقرا 1000 مره ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. كوني على يقين اختي اخي، الا ما ولدتيش راه صافي، راه ما حنا لسنا فقهاء ولسنا اصحاب اوراد واصحاب حكمه وبركه، وهذه راه بزاف ديال الاخوات ديال الاخوان نوريكم الطريقه. كاين يتزوج عطل ليه الحمل 3 سنوات 4 سنوات 5 سنوات بمس بسحر بالهرمونات بال بال بال, بال تيكون المرض ضربها البار، تيكون بزاف ديال المسائل. عملوا بهذه القضيه اللي قلت لكم والله زوج راه غادي يفتح عليكم. وما تنساوش الجانب ديال الاعشاب، استعملوا الطريقه. ثم ما تنساوش واحد العشبه سميتها التنكار، تلقحوا به الصغار ديال النخل مع العسل ديال الزقوم، لان جوج طرق هادو امتى غدير جوج طرق؟ الا مشيتي عند الطبيب وقال لك انت نورمال ومرتك نورمال، يعني ما عندكم حتى شي حاجه اللي معيب اللي غادي تخليكم تمنى لكم الحمل. والله يسخر والله يرزقكم ذريه صالحه.